نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: وكلت برمي جمرة العقبة يوم النحر عن والدتي وأخواتي الثلاث. يقول أحسن الله إليكم: وكلت برمي جمرة العقبة يوم النحر عن والدتي وأخواتي الثلاث، ولشدة الزحام خفت على نفسي من السقوط، فقمت برمي جمرة العقبة عن نفسي وعن من وكلني مرة واحدة، أي دفعة واحدة، فما حكم فعل هذا وماذا يجب علي؟ يعني حذف الجمرات جميع مرة واحدة، هذا ما يجزيه إلا عن حصاة واحدة. إذا رمى السبع جميع، سبع حصيات جميع، يجزيه عن حصاة واحدة فقط. فهو ما رمى الجمرة على بهذه الصلة، يكون على كل واحد فدية، يكون على كل واحد فدية ذبح شاة في مكة يوزعها على فقراء الحرام، إن كان لا يقدر يصوم 10 أيام. نعم.